الإعلامية العربية القديرة والكبيرة تاريخا وحضورا وسيرة. نشوى الرويني. دكتور أحمد العرفش، الأخ والصديق والإعلامي، أحب أهنيك وهني فريق العمل ب300 حلقة من البرنامج، وهذا البرنامج أنا أعتبره من أهم البرامج التي تطرح على الساحة. لماذا؟ لأنه سلس، لأنه قريب إلى القلب، لأنه يوصل المعلومة بطريقة جميلة ومحببة. أنا تشرفت أني أكون ضيفة من ضيوفك، وإن شاء الله بإذن الله أكون ضيفة مرة أخرى، وبالتوفيق إن شاء الله وعبال 3000 حلقة، لا خليهم 3 مليون. ألف مبروك. 3 مليون ولا 3000، وش ودك؟ والله ما قالته نشوى فأنا به سعيد. شوف، فأنت به منتشي. منتشي، أحسنت يا أخي، دائما مبدع ما شاء الله. شوف، لما تجيك شهادة من سيدة زي نشوى، ما شاء الله، أنا وأنا طالب من زمان أتابعها، وأنا طالب أدرس دكتوراه أتابعها، لما تأتي شهادة منها فأنا أشكرها أنها قالت من أهم البرامج، وبررت أنه السلاسة وهي أيضا كانت ضيفة قديرة علينا في المشي، وإن شاء الله قريبا هتستعرض لنا كتاب حكايات العمر لسمير صبري. شكرا للأستاذة نشوى الرويني الإعلامي.